هناك من يقول أن مفهوم العبادة هو الحب لله فقط دون الذل والخضوع، لأن الله لا يريد لعباده الذل، فهل هذا التعبير؟ هذا هو الذليل اللي يقول الكلام، هذا هو الذليل، ما يجوز الكلام هذا، ما يجوز هذا الكلام، هذا جاهل ما يتكلم في أمور العلم وهو ما عنده معرفة بذلك. نعم.